السلام عليكم، أرحب فيكم مع اليوم الثامن وحلقتنا اليوم من حلقة بيوت الأنبياء تحت عنوان قانون الأسرة. طبعا احنا تعلمنا أن في كل حلقة نعرض في البداية نص قرآني لبيت من بيوت الأنبياء، ونبدأ نسقط هذه القصة على واقعنا اليوم الاجتماعي والتربوي. ولكن في هذه الحلقة راح نعرض نص لحديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في القصة اللي حصلت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وهاجر. خلونا نشوفها مع بعض. طبعا احنا قاعدين نلاحظ انه هذا مقطع من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل، بمعنى ان إبراهيم عليه السلام جاء مع هاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، بمعنى لما تركهم سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه والأم، خلاص ترك عندهم الماء والتمر وخرج. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب؟ يعني تتركنا في هذا الوادي اللي لا في زرع ولا في طعام ولا في شراب، وتمشي وين رايح؟ فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. إذن هذه القصة طبعا هي قصة مشهورة عندنا كلنا، وكيف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك زوجته وترك ابنه في دوحة في بطن مكة في الوادي اللي ما في زرع ولا في إنس ولا في جن، وبالتالي تركهم وعطاهم ظهره. فهنا هاجر عليها السلام حاورت زوجها وحسم الموقف بسؤال واحد: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن اذهب لن يضيعنا الله. وهذه قضية مهمة جدا، وهي قضية المرجعية في الأسرة. ما هي المرجعية في الأسرة؟ اليوم احنا على أي أساس يكون عندنا مشاكل في بيوتنا؟ ليش أنا مع زوجتي عندي مشكلة؟ ليش سيم مع صاد عنده مشكلة؟ لأنه ما عندهم مرجعية. لما الزوج يختلف مع زوجته من يحكمون؟ إذا الزوج قال أحكم رأيي، الزوجة قالت أنا بعد أحكم رأيي، إذا معناته ما صار في اتفاق. لكن لو اثنينهم عندهم مرجعية، عندهم قانون رباني أسري، بالتالي ما في مشكلة. في أشد من أنه رجل يترك زوجته في وادي غير ذي زرع مع ابنها الرضيع بدون الزاد وبدون مأوى وبدون مسكن، في أشد من هالمشكلة؟ طبعا مشكلة كبيرة. لكن لما عرفت هاجر أن هذا أمر الله، خلاص انتهت المشكلة. قالت له: خلاص إذن لن يضيعنا الله. فالمرجعية إذن واضحة عند الأثنين. ولذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا عند الزواج والخطبة بضرورة المرجعية. خلونا نشوف مع بعض هذه الصورة في قضية الزواج. نلاحظ في مسألة الزوج، في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ملاحظين وشايفين معاي الدائرة؟ نصفها دين ونصفها خلق، يعني 50% دين و50% خلق. أما في خصوص الزوجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يمكن احنا قاعدين نشوفها الآن في الدائرة الثانية، أن المرأة تنكح لأربع: لمالها
ونسبها وجمالها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمعنى هذا كأن النسب أخذ 10%، وكأن المال أخذ 10%، والجمال كذلك 10%، والدين أخذ 70%. إذن متى تنتهي المشاكل؟ إذا كان عندنا زوجين عندهم مرجعية دينية. أكبر مشكلة اليوم يا أخوان ويا أخوات قاعدين نعيشها أنه الزوج والزوجة أصبحت المرجعية مائعة، ما أصبح عندهم مرجع يتمسكون فيه، ما في هوية ثابتة. صار الزوجة لما تتصرف تصرف ويناقشها الزوج تقول له: كيفي؟ أنا كذي تربيت في بيت أهلي. طبعا كيفي وتربيت في بيت أهلي هاي ما هي مرجعية. الزوج نفس الشيء يقول حق الزوجة: أنت لازم تسمعين وتطيعين. ليش؟ أنا كيفي، أنا كذي تربيت، أنا كذي شفت أبوي. فهل المرجعية هي أبوي؟ هل المرجعية هي أبوك؟ المرجعية لابد من وجودها في الأسرة حتى تكون مستقرة. معنا ضيف واتصال، حقيقة نحن نستفيد من ضيوفنا دائما في برنامج بيوت الأنبياء. ومعنا الدكتور علي أبو شيمة، وهو رئيس المركز الإسلامي في إيطاليا ورئيس تحرير مجلة الأوروبية. معنا دكتور علي أبو شيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ونرحب فيك، وكل عام وانت بخير. وانت بخير، جزاكم الله خير على هالبرنامج الشيق والمهم. الله يسلمك. حقيقة يعني احنا مستضيفينك اليوم بحكم وجودك في الغربة وفي إيطاليا بالتحديد، وما في شك كونك رئيس المركز الإسلامي هناك تعرضت لكثير من المشاكل اللي سمعتها من الأسر المسلمة الموجودة في الخارج. ونريد حقيقة أن نركز في قضية المرجعية الدينية، فيما لو تزوج رجل مسلم إيطالي من وحدة إيطالية مثلا غير مسلمة، أو العكس مثلا الزوج كان مختلف الديانة عن زوجته، هل ممكن ينجح هذا الزواج؟ ودنا نسمع رأيك دكتور علي، تفضل. والله في الواقع إذا كان الاثنين لا يهتمون بدينهم، نعم، ولا يعيرون أي انتباه لمعتقداتهم، ففي هذه الحالة ممكن أن يكون مرجعيتهم إلى هواهم وإلى أمور مادية قد يتفقوا عليها وقد يختلفوا. نعم. وهذا يكون كأي زواج غير مبني على أساس، وقد ينجح في مدة معينة وقد لا يستمر، أو قد يستمر لوجود هذا الشيء المادي الذي يكون بينهم. نعم. أما إذا كان أحدهم يريد أن يعني يجعل مرجعي دينه ومعتقده، ففي هذه الحالة كل هذه الزواجات يعني التي يكون فيها أحد الزوجين يريد أن يحتكم إلى دينه أو معتقده الزواج فاشل، لأنه الزوجين من زوج وزوجة لا يكون لهم المرجعية واحدة، وإنما مرجعيتين كما قلتم، إن إما أن يكون واحد لدينه وواحد لهواه، أو واحد لدين ومعتقد يختلف عن الدين والمعتقد الآخر. نعم. ولذلك حسب خبرتنا في هذا، وتأتينا للأسف حالات كثيرة من المسلمين الذين يتزوجون بالإيطاليات، نعم، أو من المسلمات للأسف اللواتي يتزوجن بالإيطاليين، نعم، وحتى لو كان إسلامهم يعني صوري، هذا الزواج في كثير من الحالات يكون فاشل، نعم، ويكون دمار على العائلة وعلى الأولاد إن جاءوا أولاد، خصوصا حيث أن يتقاذفهم هذه المشاكل ويصبحوا دون أيضا توجيه صحيح. طيب. حيث أنهم يعني يكونوا بين آراء متعددة بين الزوجين. نعم. طيب دكتور علي، هل مرت عليك قصة واقعية يعني ممكن نسمعها مع بعض؟ والله القصص كثيرة يعني. نعم. تحدث آخر هذه القصص امرأة من المغرب، نعم، تزوجت بإيطالي أعلن إسلامه،
نعم ولكن يبدو أنه لم يكن قد أعلنوا إلا لهدف الزواج نعم ولم يكن متمكن من الإسلام. طيب فبعد أن تزوج أخذ يشرب الخمر وأخذ يعني يسير كعادته منذ نشأ، وهذه المرأة وجدت نفسها بأنها يعني في حالة لا تستطيع أن تستمر مع هذا الزوج. نعم. وبالتالي هو استغل هذا الأمر أيضا وأخذ يقولها أنا أعرف بأن في الإسلام لا تستطيع أن تطلقي نفسك وإنما الطلاق بيدي، فذهب هو وتزوج بغيرها وتركها معلقة. نعم. يعني دون أن يطلقها ودون أن ونحن في الواقع في مثل هذه الحالات نجد صعوبة ونحتاج من العلماء أن يفتون في هذا الجانب بشيء دقيق، حيث أن مثل هذه الحالات كثيرة وتجعل من مثل هذه الأخوات يعني في حالة صعبة من العيش ومن الاستمرار في مثل هذا الوضع. طيب دكتور علي أبو شيمة، مرة أخرى حقيقة نشكرك على هذه المداخلة، ولكن في موضوع المرجعية الدينية، هل عندكم نوع من التوعية والإرشاد على هذا الجانب؟ احنا في الواقع في المركز الإسلامي وفي إيطاليا بشكل عام لا نقوم بعمل عقود زواج بين اثنين من ديانتين مختلفتين، نشترط أن يكون الزوج والزوجة مسلمين. نعم. وفي حالة أنه تريد واحدة أن تدخل الإسلام للزواج أو واحد يدخل الإسلام للزواج نشترط أن يمروا في فترة يعني نقدم لهم دروس على شكل كورسات ليتعلموا الإسلام وليفقهوا في هذا من التجارب التي يعني ذكرت إحداها التي تكون يعني نتيجتها الفشل من عدم معرفة أحدهم بالإسلام الصحيح. نعم. ولذلك نحن نجعل يعني هذه الدروس يعني أسبوعية بحيث يداوم فيها، وبعض مرات يعني يبقى فيها لثلاثة أشهر وهو يتعلم الإسلام وأحكام الإسلام وبعض المبادئ التي تجعل منه المسلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور، لكن ومثل هذه الحالات تكون مناسبة أيضا للدعوة للإسلام، و الحمد لله نجحنا في هذا الباب بشكل جيد، بحيث أنه كما قلتم العائلة عندما يكون الاثنين مسلمين ويتقون الله سبحانه وتعالى تكون مرجعتهم واحدة. مضبوط. وهي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى شرع الله سبحانه وتعالى. طيب. في مثل هذه الحالة يعني حتى لو كان الحب العاطفي غير قائم فإنهم على الأقل يعني لا يظلمون بعضهم البعض. ممتاز. لأن مرجعهم إلى الله ويخافون من الله سبحانه طيب وتعالى. طيب دكتور علي، حقيقة احنا شاكرين لك على هذه المداخلة القيمة. شكرا لكم. وعسى الله يوفقكم من دائما وتكون بيوتكم دائما سعيدة في إيطاليا بإذن الله. وشكرا لكم ونهنيكم على هذا البرنامج. شكرا الجيد. شكرا دكتور، حياك الله دكتور. إذا مرة أخرى حقيقة موضوع الأسر المغتربة تعاني من قضية المرجعية الدينية، بل وحتى الأسر الموجودة في المشرق. ولذلك احنا عندنا إشكالية في تعريف المتدين. من هو المتدين؟ من المتدين؟ أنا على فكرة قبل لا أنسى، أكيد أنتوا لافت نظركم صحن الرمان اللي عندي هذا، فعموما بس تذكروني لأنه قبل نهاية الحلقة راح نقول لكم قصة من القصص اللي لها علاقة في الرمان. طبعا الرمان اللي اخترتها انا هاي صراحه خضراء، خل اختار لكم واحده ثانيه حمراء، يمكن هذه زينه. واحنا طبعا صيام الان، يعني اكيد شكلها يشوق، وبعدين حتى بارده هي فتشوق وايد اتصور. لكن ذكروني في النهايه اقول لكم قصه الرمانه في قضيه المرجعيه الدينيه، وهذه حقيقه قضيه مهمه جدا. خلونا نكمل مع بعض في تعريف المتدين. من هو المتدين؟ من يعني هل المتدين ملتحي؟ يعني انا بالنسبه لكم الان متدين، انتوا ايش رايكم؟ هل المتدين اللي قصر ثوبه يعني؟ هل المتدين اللي يروح الحج والعمره كل سنه؟ من المتدين؟ هل المتدين اللي عنده اصدقاء متدينين؟ من المتدين؟ هل المتدين اللي دائما كلامه جزاك الله خير يا اخي يعطيك العافيه، ولا دخل سلام عليكم، ولا طلع سلام عليكم؟ هل هذا متدين يعني؟ من هو المتدين؟ تعريف المتدين فيه اشكال. احيانا الواحد
شكله متدين لكن باطنه داخله انسان منتكس. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فعندنا معيار الخلق ومعيار الدين، ولذلك من اكبر المصايب علينا نشوف واحد متدين ما عنده اخلاق، او نشوف واحد خلوق ما هو متدين، يعني هذا مشكله وهذاك مشكله. ولذلك الجمع بين الاثنين هو علامه النجاح اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا فيه. مره يقول لي واحد من الاباء، قال لي: ابو محمد ايش رايك؟ تقدم واحد متدين لخطبه بنتي، اوافق؟ قلت له: انت شلون عرفت انه متدين؟ قال لي: ملتحي. قلت له: ها، كل ملتحي في العالم متدين؟ قال: لا. قلت له: شلون عرفت ملتحي؟ قال: لان ثوبه قصير. قلت له: كل واحد ثوبه قصير في العالم متدين؟ قال: ها، لا. قلت له: شلون عرفت انه ملتحي؟ قال: هو يقولون الناس يسولفون يقولون انه متدين. فاذا معيار التدين قضيه مهمه جدا لابد ان ننتبه لها. فاحنا لا يغرنا الشكل، خلونا نحكم على الشكل والجوهر. كم من رجال حقيقة يعني غير ملتحين، لكن مرة أخرى قلوبهم تنبع في الإيمان. لما جاء أحد طلبة العلم يشتكي للشيخ الدوسري حفظه الله ورحمة الله عليه، لما انتقد تفسير سيد قطب، فقال للشيخ الدوسري أنه هذا أفضل التفاسير في زماننا اليوم في القرن العشرين على الأقل يعني، فقال له هذا طالب العلم، قال له: بس يا شيخ، سيد قطب ما كان ملتحي، كان حليق. فقال له الشيخ الدوسري: يا ابني، اليوم احنا بحاجة إلى مشاعر لا إلى شعر. فأقول إذن القضية قضية مهمة جدا. نحن نقول: نعم، اللحية هي من علامات التدين، لكن هي ليست كل التدين. فقضية المشاعر، القلب، الأخلاق، إذا بنسأل عن واحد خاطب لازم نسأل عن كل هذه الجوانب، وما نكون مثل قصة الأربع عميان اللي دخلوا حديقة الحيوان، وواحد منهم مسك قدم الفيل كان يقول هذا عمود، الثاني مسك ذيل الفيل قال لا، من قال لك عمود؟ صدق إنك عمي أنت، هذا مو عمود، هذا حبل. كان يقول الثالث اللي مسك الخرطوم قال صدق إنكم أنتوا اثنينكم عميان، يبقى هذا لا عمود ولا حبل، هذا هوز يعني بايب. كان يقول الرابع والله انكم صدق انكم ثلاثتكم عميان، هذا لا بايب ولا عمود ولا حبل، وكان قاعد يمسك البطن، بطن الفيل. كان يقول هذه جربه. فياهم واحد انفتح قال لهم: يا عميان انتم، والله انكم عميان، كل واحد فيكم ماسك جزء من الفيل ويظن ان هذا هو اللي ما... لا، فتحوا عيونكم شوفوا الفيل كله. ولذلك احنا لما نقول، في ناس يقولوا: يا اخي الدين معامله، واحد ثاني يقول لك: لا يا أخي الدين أخلاق، الثالث يقول: لا الدين عبادة. هذول أربع عميان داخلين حديقة حيوانات. الدين هو أخلاق وسلوك وعبادات ومعاملات، هو كل شيء، هو كل شيء. فهذه قضية حقيقة مهمة جدا. معنا الأخت أسماء درويشد وهي رئيسة تحرير مجلة الفرحة، ونرحب فيك الأخت أسماء، موجودة معنا؟ أهلا وسهلا أستاذ جاسم، حياك الله، نرحب فيك في برنامج بيوت الأنبياء، وكل عام وانت بخير مناسبة شهر رمضان. وانت بخير صحة وسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. حبينا أخت أسماء لو تكون المداخلة في موضوع، وهذه حقيقة المشاكل اللي نعيشها احنا اليوم، لو زوج متدين وتزوج زوجة غير متدينة. نعم. أو أحيانا تصير الإشكالية أن زوجين ماخذين بعض على حب. نعم. وهم ما هم متدينين ديانة يعني فيها التزام، وبعد 10 سنوات من الزواج الزوجة مثلا الله هداها وتحجبت وصارت ملتزمة، والزوج ظل على ما هو عليه. فصار عندنا هني حقيقة اختلاف وعدم انسجام في الزوجين. هل ممكن تنجح العلاقة الزوجية مع وجود طرف متدين وآخر غير متدين؟ ممكن نسمع تعليقك أخت أسماء؟ نعم تفضلي. في البداية موضوع التدين حقيقة يعني موضوع يمكن مثل ما بينت في البداية أنهما يكونون في البداية مرتبطين على أساس التدين، أو أن يكون أحد الأطراف تدين أثناء العلاقة الزوجية، وهذه حالات كثيرة أستاذ جاسم يعني تحدث، وتحدث فيها بعض الأحيان انحراف عن يعني في استمرارية العلاقة الزوجية، والبعض الآخر ينسجم
مع الطرف الآخر. إحنا يهمنا أن الاثنين كيف يحققون انسجام مع بعض، نعم، في ظل أن أحد الأطراف متدين والآخر أقل منه تدين أو مختلف عنه. نعم. يحضرني من خلال الملف اللي عدته مجلة الفرحة في موضوع التدين وأثره في العلاقة الزوجية، في مجموعة من الأشخاص يعني تكلمنا معاهم في كيفية جعل التدين نعمة على العلاقة الزوجية وليست نقمة. في أحد الأزواج يعني يعلق يقول أن زوجتي أصبحت تفضل قراءة القرآن وتفضل السجادة كثرة الصلاة عن الاقتراب مني أو معاشرتي أو مؤانستي. نعم. وبدأ يشعر بضجر من هذه العلاقة وبدأ يطالب يعني طلب حتى الحد من هذا الموضوع أو أنه هو يضطر إلى الزواج الثاني، وفعلا يقول أني أنا قررت الزواج بأخرى. وأخرى تقول أن زوجي عندما طالب بحقوق الزوجية من نفقة وسكن وغيره يقول أن، وطبعا هو يعتبر من المتدينين، تقول زوجي متدين ولكن إذا أردت حقوقك هذه إلجأي إلى المحكمة. فيعني الملاحظ أن الخطأ هنا ليس بعملية المفهوم التدين، إحنا لازم نفرق ما بين مفاهيم التدين وكيف يطبق الأزواج التدين في العلاقة الزوجية. طيب أخت أسماء، تصور الرؤية واضحة في قضية التعريف، لكن لو هذه المشكلة وقعت فعلا في الأسر اليوم، كيف ممكن نحقق انسجام؟ بحيث أن الأسرة ما تنتهي إلى التفكك أو تنتهي إلى الطلاق بسبب والله تدين أحد الطرفين عن الآخر. نعم، أنا أقول أنه يجب أن يكون هناك اقتراب بين الطرفين. نعم. لابد أن يكون هناك محادثة، لابد أن يكون هناك مجالسة، لابد أن يكون هناك حديث بين الطرفين في كل من يهم الطرف الآخر. نعم. أن يحدث في يعني فيما يعني هو ينوي أن يعمل بنظرته المتدينة في مستقبل الأبناء أو في مستقبل العلاقة الزوجية، أو فيما يوضح له ما هو حدود الأشياء التي يريد أن يبيحها في علاقته الزوجية وفي حياته الأسرية والتي يرفضها. إذا معناته تقترحين الحل الأول أن يكون في حوار ومصارحة بين، نعم، الطرفين. نعم. طيب في أسلوب ثاني لعلاج المشكلة غير هذا الحوار؟ الشيء الثاني هو أن يعني الطرف المتدين أن لا يجبر الطرف الآخر في الالتزام بنفس المستوى الذي هو ملتزم فيه. نعم. بمعنى أنه هو يعني ارتبط بجماعة معينة أو بمجموعة معينة أو هو تدين، وبالتالي يبدأ يفرض، خاصة هذا يحدث لما يكون في منتصف العلاقة الزوجية، يبدأ يفرض هذا الشيء على الطرف الآخر، ولكن يجد أن الطرف الآخر يعني يضجر من الالتزام بالشيء. طيب. هذا في المفترض أنه هو يأخذ برفق ويأخذ بلين. نعم. ويوضح له جمال والروع الشيء الجميل اللي هو يشعر فيه وأجر هذا العمل، ويبدأ يحببه بهذا الموضوع. طيب. الذي هو يرى أنه هو شيء يعني جميل على الأسرة وجميل على العلاقة، ولكن لا يأخذه بالقوة وبالإصرار، بالتالي ممكن ينفر الطرف الآخر. ممتاز. في غير هالوسيلتين الشيء الثاني اللي هو التجمل أستاذ جاسم. شلون؟ مهمة جميلة، يعني مهمة، ويعني لابد أن يعيها كلا الطرفين أن التدين لا يعني إهمال. نعم. إهمال للنفس، إهمال للتزين، للتبعل، ها؟ نعم. يعني ابتعاد عن العلاقة الزوجية، صميم الاتصال بين الزوجين، الزهد فيها، ليس هذا هو مفهوم التدين. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بكل هذه ويقوم فوقها بكثير من الأمور حتى تصل إلى أنه يعني يصلح عليه، ولم يقل بأن التدين يعني سحبه أو بعده عن هذه الأعمال الأسرية أو ممتازة. الأعمال الشخصية. إذا معناته أستاذة أسماء عندنا الحوار والمصارحة، أسلوب الأول، أسلوب الثاني عدم إلزام الطرف الثاني، الأسلوب الثالث التجمل، في أسلوب رابع؟ التجمل، ويعني تكون هذه تقريبا يعني هي ملخص العلاج لهذه المشكلة. نعم. حقيقة أنا أشكرك على هذه المداخلة. شكرا، يعطيك ألف عافية أستاذ. الله يسلمك، حياك الله أخت أسماء. شكرا شكرا. قضية التدين قد تشكل مصيبة في الأسرة لو ترهبن أحد الطرفين وأصبح طول الليل قيام وطول النهار صيام وتارك حقوق الطرف الآخر. ما في شك في هذه الحالة راح تصير عندنا مصيبة داخل الأسرة. فإذا التدين الأصل فيه أن يكون في الاعتدال. اثنين، أن احنا ما نلزم الطرف الآخر بهذا التدين إلا من خلال التجمل والأساليب اللي تفضلت فيها الأخت أسماء. هذا هو ملخص مداخلتها. معنا جدول
راح نشوفها مع بعض الآن في قضية الأمراض اللي تنتشر في الأسر غير المتدينة. نشوف مع بعض المرض الأول هو العنف الزوجي، لأنه الشخصية المتدينة تخاف الله وما تعصيه. المتدين ما يضرب زوجته ضرب بحيث أنه يؤذيها. المتدين ما يشتم. المتدين ما يهين. المتدين ما يستهزئ. المتدين ما يحقر. المتدين ما يبخل. إذا قضية العنف الزوجي سواء كان عنف لفظي أو عنف سلوكي أو عنف قيمي، هذه كلها ما هي من شخصيات ما هي من صفات الشخصية المتدينة. أما المرض الثاني من الأمراض التي تنتشر في الأسر الغير متدينة وهو الظلم بجميع صوره. الظلم في كل شيء، سواء كان هذا الظلم في المعاملة، الزوجة تعامل زوجها أو الزوج يظلم زوجته، سواء كان هذا الظلم في تصرفات، في السلوك، في ظلم الأبناء وحقوقهم. أما المرض الثالث وهو الطلاق لأبسط الأسباب. المفروض الشخصية المتدينة تتريث لأنها تخاف الله، فما تتخذ قرار متهور، والقرار اللي تتخذه دائما مدروس، لأن المرجعية الدينية تتطلب من الشخصية المتدينة أنه دائما يتعامل مع الطرف الآخر بحلم وبحكمة، وش يقول القرآن وش تقول السنة، فيبدي ينفذ، وبالتالي نجد ما يتهور في الطلاق، ولو طلق يكون طلاق ناجح، وهو ما يسميه القرآن التسريح بالإحسان. أما المرض الخامس الرابع وهو الخيانة الزوجية. الشخصية الغير متدينة سواء كانت زوجة أو زوج ممكن يكون عندهم خيانة زوجية، لأن الشخصية الغير متدينة معناتها ما تخاف رب العالمين، واللي ما يخاف الله يسوي اللي بباله، مثل ما يقول يعني إذا لم تستح كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فافعل ما شئت. أما المرض الخامس وهو تعاطي المسكرات وإدمان المخدرات. وأما المرض السادس الممارسة الجنسية الشاذة، وهذه قضية طبعا خطيرة جدا. الشخصية المتدينة اللي تخاف الله عز وجل ما تمارس مثل هذه السلوكيات الهابطة واللي حقيقة تخالف شرع رب العالمين. أما المرض السابع وهو الهجر وسوء المعاملة وعدم احترام الطرف الآخر. ما في شك أن هناك طبعا في أمراض كثيرة في هذا الموضوع، لكن حبينا نلخصها في 7 أمراض من باب الفائدة، ونفرق بين الأسر الغير متدينة والأسر المتدينة. الشخصية المتدينة معناتها عندها مرجعية. الشخصية الغير متدينة كذلك عندها مرجعية، لكن مرجعية غير دينية. قد يكون عقل، قد يكون هوى، قد يكون مذهب، قد يكون دين آخر غير الدين الإسلامي. هذه كلها نعتبرها شخصيات غير متدينة، ولذلك الشخصية المتدينة تحترم العلاقة الزوجية وقت الزواج، وتحترم العلاقة حتى بعد الطلاق. يروى عن أحد الصالحين مرة سألوه بعد ما طلق زوجته، قالوا له من زوجتك كانت معك؟ فقال لهم هذه أم عيالي، والآن أنا طلقتها وما يجوز لي أني أتكلم عن وحدة أجنبية علي. شوف الأدب الراقي. أما اليوم واقعنا لو تصير أي قصة طلاق في المجتمع، تعالوا سمعوا القيل والقال، 50,000 قصة تنسج على واقع الطلاق، وبالتالي الناس تألف وتبتكر، وكل هذا ما له أصل لا من الواقع ولا من القانون. إذا مرة أخرى قضية التعامل مع هذا المنهج قضية خطيرة جدا. ندخل الآن في موضوع جدا خطير وهو ميزة الشخصية المتدينة. خلونا نشوف مع بعض هذا الجدول. عندنا طبعا 8 نقاط. الأولى اطمئنان النفسي للقدر. الزوج أو الزوجة لما يكونون متدينين أي مصيبة تصيب الزوج أو الزوجة دائما يتعاملون مع القدر على الرضا. ولعل بيوت الأنبياء يعني فرصة من الفرص اللي قاعدين نتكلم عنها. خلينا نشوف هاجر
لما تركها سيدنا إبراهيم في وادي غير ذي زرع بالنسبة لها مصيبة، ترى مصيبة مصيبة، لكن لأن أجابها على السؤال الله أمرك بهذا، قال نعم، انتهت القضية. ففي مرجعية دينية وفي إيمان بالقضاء والقدر، انتهى القضية. إذا في مشكلة؟ ما في مشكلة. إحنا لو تكون عندنا هالنفسية ونتعامل مع جميع أحداثنا العائلية بهذا المنظار ما عندنا مشكلة. أما الميزة الثانية، النظرة الصحيحة للدنيا. هناك فرق طبعا بين الشخصية المتدينة والغير متدينة في النظرة للدنيا. الشخصية الغير متدينة ترى الدنيا أنها دار متاع واستقرار، أما الشخصية الغير متدينة فتراها دار بلاغ. أما الشخصية المتدينة فتراها دار بلاغ، وكأنها دخلت الدنيا إلى غرفة فيها بابين، دخلت من باب وطلعت من باب. فإذا وجودنا في الدنيا وجود مؤقت. الصفة الثالثة، أن الشخصية المتدينة من ميزاتها تتعبد الله في العائلة، فكل ما أصرف الزوج دينار ما يتحسر، يعرف أن أجره عند الله عظيم. إذا داعب زوجته، إذا الزوجة صرفت من وقتها لتربية أبنائها ما تتأزم نفسيا، لأن عارفة هذه الزوجة أن هذا كل رصيد في حسابها ورب العالمين راح يكافئها عليه، فتكون دائما نفسياتهم مستقرة مرتاحة. أما الميزة الرابعة وهي مرونة الشخصية لاستيعاب الجميع، أن الشخصية المتدينة دائما يحب يستوعب الجميع ويتعامل معهم بحكمة بخلاف الشخصية الأخرى. أما الميزة الخامسة، فيرى المشاكل الأسرية ابتلاء من رب العالمين، فإذا جاءت المشكلة شافها ابتلاء، والمؤمن يعرف كيف يتعامل مع الابتلاء بالصبر والدعاء والإيمان بالقضاء والقدر، وانتهت القضية. أما الميزة السادسة فأنه لو كره لا يظلم، لو الزوج كره زوجته وكان متدين ما يظلمها لأن يخاف الله، ولو الزوجة كرهت زوجها كذلك ما يظلمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن من مؤمنة، يعني لا يكره مؤمن من مؤمنة، فإنه إن كره منها خلقا رضي آخر. هذه من صفات الشخصية المتدينة. أما الصفة السابعة، لو طلق يسرح بإحسان، ما يعذب، ما ينتقم بعد الطلاق، ما يعلق. يعني أنا أعرف واحدة هي اللي رافعة دعوى الطلاق على زوجها، ولما خذت الحكم من المحكمة بالطلاق راحت خذت عيالها وغيرت بيتها وسكنها وكل مكان، وظل زوجها يدور على أولاده 3 سنوات، عذبته عذاب. وعرف زوج نفس الشيء تعامل مع زوجته بعد موضوع الطلاق. المتدين ما يظلم، ما يظلم، ولو طلق يسرح بإحسان. 8، حريص على أبنائه من الانحراف. هذه ميزة الشخصية المتدينة. ولعل أكبر أزمة نحن نعانيها اليوم شلون احنا نربي عيالنا على الأخلاق الإسلامية وعلى الجو المتدين المحافظ المعتدل في التيارات المتلاطمة اليوم ما بين انحراف شاذ أو تدين شاذ. كيف ممكن نوجد الوسطية في أبنائنا؟ مع أن حقيقة تجربة جميلة جدا نشرتها مجلة ولدي للأخت أم محمد وهي موجودة في بريطانيا، والتجربة أنها عملت حفلة لولدها وعمره 7 سنين، لكن ما بأكمل القصة، خلونا نستضيفها معنا على الهاتف وهي تقول لنا شو سوت في ولدها، ونستفيد احنا من تجربتها شلون قدرت تقفز بهذا الولد وتربيه التربية الجميلة على حب الصلاة. معنا الأخت أم محمد. أيوة نعم، حياك الله، الساعة المباركة، ونرحب فيك في برنامج بيوت الأنبياء. أهلا وسهلا، السلام عليكم. الله يسلمك. وكيف الجو عندكم في لندن الآن؟ والله الحمد لله ماشي، الحمد لله. عندكم مطر ولا حار ولا؟ مطر دائم والله. والله الله يعينكم عيال. طيب أخت أم محمد، حبينا حقيقة لو تكلمينا حول العزيمة أو الحفلة اللي عملتيها لابنك لما بلغ عمره 7 سنوات، تفضل يا أم محمد. أيوة، هي كانت الحفلة أو العزيمة اللي عملناها
جزء من مخطط وضعناه أنا وأبو محمد. نعم. لنهيئ محمد إنه يتقبل لما مسألة تكليف الصلاة. نعم. لأنه كلنا مرينا بمرحلة التكليف هذه وشفنا تجارب آباء آخرين إنه ممكن تفشل وممكن تنجح لأسباب ما. نعم. فجلسنا فكرنا إنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حدد سن 7 سنوات فمعناته أكيد في خواص معينة لسن 7 سنوات اللي حتى يطلب مننا فيه إنه إحنا نبدأ تكليف الطفل في الصلاة في هذا السن. نعم. فجلست فكرت إنه قلت حفلة أو ندعو فيها أفراد الأسرة إنه هو يكلف بالصلاة أمامهم كلهم تخليه يتحمل مسؤولية الصلاة ويصير حافز بالنسبة له مهيئ نفسيا إنه هو يتقبل أمر كهذا إنه هو أمر والله فكرة بالنسبة للصلاة. فكرة وايد حلوة. طبعا إحنا قاعدين نشوف الصور الآن أم محمد. أيوة. قاعدين وأنت قاعدة تتكلمين قاعدين نشوف صورة الحفلة. أيوة. فيها البالون وفيها الأهل وفي مجموعة أطفال هذول أصدقاء ابنك محمد. أفراد العائلة والأصدقاء. أيوة. ما شاء الله. طيب تفضلي. طبعا كانت الحفلة الجو حقها والإنفايرمنت حقتها كانت زي أي حفلة تعمل في مناسبة أخرى. نعم. حتى أنه الأطفال يرغبوا في هذه الحفلة لأنه في بتصير عندنا أمثلة مختلفة مثلا بدع مختلفة في المجتمع فالطفل ما بيحس نفسه أنه هو مثلا ما بيعمله في الناحية الدينية شيء فعملناها مماثلة في البالون في الأزياء اللي لابسينها الأطفال فكانت حفلة جدا لطيفة ترغب فيها الطفل وشاف إنه الصلاة ما هي مسألة تكليف صعبة بالنسبة له هو إنه يستطيع إنه يقوم فيها. طيب الآن أم محمد قاعدين نشوف صورة مع بعض اللي هي صورة الابن محمد وهو قاعد يصلي. نعم. فهل الصورة هذه أثناء الحفلة يعني؟ أيوة أثناء الحفلة طلبنا منه إنه هو يصلي بالجميع حتى إنه يحس إنه هو لما الطفل يكلف إنه هو يكون الإمام. يحس بشعور مرة جدا فخور بنفسه وإن هو قدر المسؤولية فسوى الصلاة أمام الجميع حتى إن هو يكون عارف أركانها وواجباتها وشروط الصلاة جميعا. يعني هو عمره 7 سنوات وصلى إمام في أعمامه وفي أهله جميعا. نعم نعم. ما شاء الله والله فكرة جدا طيبة أم محمد. نعم. طيب وعندنا صورة لأنواع الطعام اللي كان في الحفلة أنا شايف الخيارة والجزر مسوينا بشكل سيارات ولا إيش هذا؟ أيوة حاولنا الأكل يعني يكون شيء يرغب فيه الأطفال وفي نفس الوقت مفيد غذاء مفيد. طيب بس الأشكال اللي مبتكرينها يعني على أساس تتناسب مع جو الطفولة؟ طبعا نعم نعم. يعني إذا أنتوا وظفتوا كل البرامج الحفلة كلها لخدمة هذا الحدث؟ أيوة. طيب وهل استمر ابنك يصلي بعد هذه الحفلة اللي عملتوها له؟ هو فضل الفترة حوالي 3 أو 4 أشهر يصلي بانتظام حتى هو يسأل بنفسه عن أوقات الصلاة. نعم. بعدين تلتها فترة إنه يستجيب لك فورا أول ما تذكره بوقت الصلاة. ممتاز. فأنا بالنسبة لي إنه هي أكيد لها عوامل أخرى. نعم. بس برضه أفضل من أي تجربة أخرى لناس أعرفهم. نعم. إنه الطفل يبتدي يتكاسل في الصلاة هو لا مستعد إنه يستجيب بس فقط يحتاج تذكير إنه صلي. نعم. فيقوم يصلي. طيب وكيف جاءتكم فكرة أنه لما يصير عمره 7 سنوات تسوي له حفلة صلاة وتجيبون أعمامه وأهله ويصلي فيهم إمام وبعدين يسمع كلمة من كل شخصية من العائلة أنه هو الآن صار كبير صار عمره 7 سنين الآن لازم يبدأ يصلي وبعدين أعطيته الهدايا والألعاب هذه صار فيها تفكير كثير لأنه حاولنا أنه إحنا نسوي شيء ويكون مشروع في نفس الوقت في الإسلام هو احتفال بمناسبة سعيدة. نعم. فجلسنا فكرنا انه ايش اللي ممكن الاشياء اللي تاثر في نفس الطفل. نعم. لانه صعب على الطفل انه بين يوم وليله تقول له ابدا صلي ويبدا يصلي بالنسبه له الصلاه شويه فيها تكليف كنا 5 مرات في اليوم. نعم. وكل صلاه لها شروطها وظروفها معينه. نعم. فكنا حاولنا ان احنا نحط طريقه جمعنا فيها فمثلا في الحفله كان في كلمه من افراد العائله الكبار بعضهم ذكروا بفوائد الصلاه بعدهم أعطوا له فكرة إنه كيف ممكن هو يستخدم الصلاة كمفتاح زي مفتاح لكنز. نعم. فمثلا قالوا له أنت ممكن في الصلاة تتكلم مع ربنا تطلب منه كل شيء أنت تبغاه فالآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله ابني الآن في أي وقت يبغى حاجة أو يبغى يطلب شيء أو عنده مشكلة تلاقيه هو بنفسه يلجأ للصلاة يصلي ركعتين. ما شاء الله. يعني حتى أحيانا حتى في الخفاء مو ضروري أمام يعني أبوه أو أمه فتحس إنه هو صار في ذهنه مربوط عنده إنه الصلاة هذه بيكلم ربنا فيها وهذه تربطه بالله يعني. والله هذا حقيقة إنجاز كبير أم محمد. تدرين اليوم الابن لما يكون عمره 7 سنوات ترى معاناة بين الأمهات والآباء
كيف يعودون نعم على موضوع الصلاة. نعم طيب هل في أخلاقيات أخرى حاولت تربين فيها الولد، أخلاقيات دينية مثلاً؟ نعم، هي مثلاً ممكن الإحسان أو الإحساس بالفقراء، الصدقة. طيب في نفس الشيء بقى عملتي حفلة بعد يعني ولا؟ لا، في هي أنا ما أدري، حذكر نقطة يمكن عند البعض تعتبرها نقطة غير لائقة بالنسبة لسن الأطفال، نعم. اللي هو نجعلهم يشاهدوا البرامج اللي تعرض في التلفزيون نعم. عن المآسي الموجودة في العالم مختلفة. نعم، أنا أؤيدها بس إلى درجة معينة، يعني مو ضروري البرنامج كامل بكل المآسي اللي فيه، يعني بس مثل مسلمي كوسوفو مثلا. أيوة، مثلا في كوسوفو، في الصومال، في السودان. نعم، إنه بس الطفل يصير عنده فكرة إنه في مناطق في العالم وفي أطفال غيره ما يوجد عندهم ولا حتى 1% من اللي هو موجود فيه، الخير اللي هو موجود فيه. نعم، فأنا يعني مجرد يمكن هو مرة ولا مرتين شاهدوا البرنامج هذا، بالإضافة ممكن كمان زيارة، يعني مثلا سوينا رحلة لأطفال في نادي في السعودية. نعم، رحنا في منطقة اسمها وادي فاطمة، شاهدوا الأسر الفقيرة وزعوا الصدقات بنفسهم لهم، فبعد نعم. كده هذه أصبحت ذكرى لهم، نعم، تخليهم ترقق قلبهم وفي نفس الوقت تساعد الآباء. نعم، زي مثلا لما بيجي موسم العيد وبيصرفوا كل المبالغ اللي بيجيهم في العيد في هدايا، نعم، فلو ذكرناهم بهذه الأطفال الفقراء والمساكين فبتلاقيهم هم بنفسهم يستعيضوا بلعبة أرخص من اللعبة الغالية ويوفروا المبلغ ذاك للصدقة. ممتاز، ممتازة، ممتازة حقيقة. والبرامج اللي بتعرض في التلفزيون من الوقت الآخر تجعلهم حتى إن هم منظمين في البيت ويتعودوا على عادات صحية ممتازة، زي مثلا إن هو إنهاء وجبة الطعام كاملة. نعم، لأنهم بيشوفوا مشاهد في التلفزيون أطفال ما عندهم ولا لقمة العيش حتى. نعم نعم، فهذه المواقف بتعلمهم، هي بتكون لهم هم زي ما تقول نظام سلوكي بتعلموه. طيب، لأنه لما نقول إنه الطفل في سن ما يقدر يستوعب هذه الأشياء صعب، لأنه حيكبر حيصير يفكر يشوف العالم كله من الأطفال اللي حوالينه. ما شاء الله عليك يا أم محمد، حقيقة يعني مبدعة في التربية ونستفيد من تجاربك دائما بإذن الله. وهذه والله تجارب أخوات كمان أخرى. لا العفو حقيقة، ونتمنى جميع المشاهدين الآن يستفيدون من يعني طريقتك في التفكير وأسلوبك في التربوي الرائع، بحيث أن بالفعل قضية التدين حتى نغرسها عند الأبناء اليوم في زماننا قضية ما هي بسيطة، إذا ما نحببها لهم نعم بالطريقة مثل ما تفضلتي فيها حقيقة بالفعل أسلوب رائع. شكرا يا أم محمد، يعطيك العافية، شكرا، حياك الله. حقيقة مرة أخرى غرس الدين عند الأطفال والتدين قضية بالفعل مهمة جدا، ولعل يعني من السنة أنه أول ما يأتي المولود يؤذن في أذن اليمين ويتقام الصلاة في أذن الشمال، ولعل حقيقة في ذلك حكمة، أنه يسمع أول ما ينزل بطن أمه كلمة الله، أول كلمة يسمعها وهو نازل الدنيا الله، فيؤذن في اليمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان، ثم بعد ذلك تقام الصلاة. حتى واحد من الشعراء مرة حلل الموضوع تحليل لطيف جدا، يقول إحنا اللي نعرفه المؤذن لما يأذن وبعدها تقام الصلاة لابد من صلاة، يعني شلون احنا نقيم الصلاة وما في صلاة؟ ما يصير. فقال وبدأ يفكر هذا الشاعر، قال ها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نأذن بإيد الأذن اليمين ونقيم في الشمال، والصلاة يصلى على هذا الإنسان عند الوفاة. معناته أن الدنيا قصيرة وعمر الإنسان قصير، فقال أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. فإذا مرة أخرى كيف نغرس الدين في نفوس أبنائنا، قضية ما في شك أنها ما هي سهلة. من الكتب الإبداعية لعلمائنا ومشايخنا حقيقة، الإمام العلامة ابن قيم الجوزية ألف كتاب سماه مفتاح دار السعادة. لاحظ هذا الكتاب مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب يتكلم عن حاجة الأبدان إلى علم الطب، وأن الإنسان كذلك فيه روح، فإذا الجسد محتاج العلم الطب، طيب الروح إيش محتاج؟ الروح محتاجة علوم الرسل، التدين، الدين. فاللي يغذي الجسد الطعام، وإذا مرض الجسد الطبيب يعالج.
لكن ما هو الذي يغذي الروح؟ الروحانيات والدين العقيدة. وإذا جاعت الروح أو عطشت كيف نرويها؟ في الدين. فلكل شيء حاجة، الجسد له حاجة والروح لها حاجة. فإذا كان واحد عايش وقاعد يوكل الجسد ولا يوكل روحه، هذه الميزانية عنده راح تصير فيها مختلة، مثل السيارة لما تصير عندها تايرين فاشين تمشي بالطريقة هذه. في بعض الناس عايشين في الدنيا كذي بهالشكل، الجسد يأكل والروح يعانى، وبالتالي هذه أزمة كبيرة، أزمة روحية عنده. ولذلك ابن القيم لما ألف هذا الكتاب سماه مفتاح دار السعادة، عرض في هذا الكتاب كل القيم اللي تحتاجها الأبدان، وعرض كذلك في الكتاب القيم اللي تحتاجها الأرواح. كتاب قيم جدا، وخصوصا احنا الآن في شهر رمضان، فننصحكم حقيقة بقراءة مفتاح دار السعادة. وتعرفون على فكرة ليش سماه مفتاح دار السعادة؟ تعرفون شنو يعني دار السعادة؟ دار السعادة الجنة، والمفتاح مفتاح دار السعادة معناته مفتاح الجنة. فاللي يقرأ هذا الكتاب يصير عنده مفتاح الجنة، وبالتالي يغذي جسده ويغذي روحه. طبعا أنا في أذني في سماعة وأنا على اتصال مع المخرج على طول، فوانا قاعد أتكلم عن هالكتاب الأخ يوسف المخرج يقول لي خلاص حشتريه خلاص. فإن شاء الله تشتريه يا أخ يوسف، ومشاهدينا كذلك يشترونه، وكل واحد فينا يصير عنده مفتاح من مفاتيح الجنة، ونتوكل على الله. معنا طبعا الأستاذة المحامية نضال الحميدان، ونرحب فيها في حلقة اليوم قانون الأسرة. فأستاذة نضال معنا على الخط. اي نعم معاكم. حياك الله أستاذة نضال، وكل عام وانت بخير. وانت بخير. الله يحييك أستاذ جاسم. الله يسلمك أستاذة نضال. حقيقة أهنيك على البرنامج وعلى اختيارك للاسم البرنامج. الله يسلمك إن شاء الله. حقيقة يعني بحكم تخصصك في القانون وممارستك للحياة العملية في المحاماة، ما في شك أنه مرت عليك مشاكل زوجية نتيجة لاختلاف المذاهب بين الزوجين. قد يكون أحياناً الزوج سني الزوجة شيعية، أو الزوج شيعي الزوجة سنية، وإحنا قاعدين نتكلم حقيقة عن المرجعية الدينية. فكيف ممكن نتعامل مع هالقضية؟ وهل بالفعل هذه مشكلة واجهتك ولا لا؟ تفضلي. هي تعتبر مشكلة. نعم. اختلاف المذهب ما بين طرفين العلاقة، الزوج والزوجة. هما عادة ما يتم الزواج في اختلاف المذاهب عندنا إلا إذا كان الزواج عن طريق الحب. نعم. يعني إذا كان الزواج تقليدي عادة يكون من نفس الطائفة من نفس المذهب. نعم. فدائما تكون في سابق معرفة ما بين الزوج والزوجة. نعم. لذلك تتقلص المشاكل في بداية الحياة الزوجية. وقد لا تكون موجودة إلا إذا تدخل الأهل، أهل الزوجة وأهل الزوج، لعدم موافقتهم لاختلاف المذهب. نعم. تبدأ المشاكل من قبل الأهل. نعم. هذه نقطة. إذا تغلبوا عليها طرفين العلاقة لحبهم البعض وتقاربهم وانسجامهم وفهمهم وإدراكهم. نعم. تجاوزنا لهذه المرحلة. اللي قاعد يصير إنه في مشكلة أخرى تظهر للسطح بعد فترة في حالة وجود الأبناء في طريقة التربية. إذا معناته أكثر معناته سادة نضال أكثر المشاكل تصير بعد مجيء الأبناء. بالضبط. تفضلي. مو الفترة الأولى، الفترة اللاحقة اللي هي فترة التربية والتنشئة. نعم. اللي هي تعليم الأسس. يعني عادة في إحنا طبعا إحنا كلنا مسلمين وما في خلاف، وإحنا كلنا يعني نحترم بعضنا البعض، لكن في البعض منا يحب إنه يوجه أبنائه حسب ما تربى هو وحسب توجهه وحسب مذهبه. نعم. سواء كان مذهب سني أو مذهب جعفري. نعم. فنشوف في بعض التشدد من أحد الأطراف. نعم. مثلا هذا يبي يوجه ابنه في تربيه في سلوك في طريقه معينه. نعم. وهذا بيوجهه في طريقه اخرى، هني تظهر المشاكل وهني ينتج الخلاف. نعم. وقد يؤدي الى بعض الحالات الى الطلاق لاختلاف المذهب. طيب استاذ نضال، ولكن في بعض الحالات طبعا امورهم ماشيه، احنا نتكلم عن الحالات اللي فيها مشاكل قاعد اقول لك فيه وموجوده. نعم. خصوصا في قضيه تربيه الابناء. وفي حالات نجحت يعني. طبعا. انا قاعد اقول لك اذا. نعم. في مساله قضيه هم اساسا اوريدي عارفين بعضهم بعض. تمام. ويحبون بعض. طيب. فتزوجوا.
طيب المشكلة تنجم عند الأبناء أو في أستاذ جاسم أنا قلت لك الأهل. نعم. إذا كانوا الأهل مراضين وهم تزوجوا مع بعض تزوجوا والأهل مراضين هني يدشون الخلاف ما بين الآباء، يعني الرجل إذا كان كبير بالسن والأب البنت كبير بالسن هني العقيدة شوية وتمسكهم عندهم مفاهيم شوية صعبة غير نعم. عن الجيل الجديد. نعم. وهذا تنتج منها مشاكل. إذن أستاذ نضال شو نصيحتك للمقبلين على الزواج إذا كانوا من مذهبين مختلفين؟ والله يفترض ان كل واحد لما يقبل على الزواج، انا شخصيا انا افضل انه يكون من مذهب واحد. نعم. يعني انا اعتقد ان الافضل، ولكن هذا ما يمنع من ان الزواج من مذهب من كل شخص يتزوج من مذهب الاخر، لان كلنا مسلمين ولله الحمد وما في شك في ذلك، ولكن يفترض العلم بخفايا واثار هذا بمعرفه هذا المذهب. أيوة. يعني لما تتزوج السنيه من رجل شيعي. نعم. يجب ان تعرف الاثار المترتبه ما بعد الزواج، لأن تختلف الأحكام الفقهية أستاذ جاسم ترى عند المذهب السني عندنا عن المذهب الجعفري. نعم. بالنسبة للحضانة، بالنسبة للنفقة، في عفوا مو النفقة، الحضانة، بالنسبة للطلب الطلاق للضرر وغيره يختلف. نعم. من مذهب إلى آخر. نعم. يجب العلم. نعم. على أساس كل واحد يكون على بينة. نعم. ما يعني ما يحس إنه في غبن من ناحيته أو إنه يعني إنه لأنه أخذ يعني ما عارف المذهب الآخر، فيجب أن يتفقه فيه ويعرف آثاره. بالضبط. لأن الآثار تختلف من مذهب إلى آخر. بالضبط. طيب أستاذ النضال شاكرين لك على هذه المداخلة والمعلومات القيمة اللي سمعناها منك. العفو وحياك الله أستاذ جاسم، أتمنى لكم التوفيق. الله يسلمك. شكرا. شكرا أستاذ النضال. طبعا ما في شك بعد هذه المداخلة وقاربنا على نهاية حلقة اليوم، ما زالت قصة الرمانة طبعا في الانتظار، وقصة الرمانة هي باختصار شديد شديد جدا، كان في رجل اسمه المبارك، وهذا الرجل كان يشتغل عند سيدة، وكان يشتغل كمسؤول عن بستان، وهذا البستان دائما يعني الثمار اللي فيه هي عبارة عن رمان. في يوم من الأيام صاحب البستان عزم أصدقائه كلهم ودخلوا البستان، وراح قال حق المبارك، قال له يا المبارك، قال له نعم، قال له جيب لنا رمان، ويجيب لنا رمان حلو لان عندي ضيوف ونقي لي الرمان نقوى طيبه. فراح طبعا المبارك، وكان رجل صالح معروف بتقواه ومعروف بعلمه وورعه، فراح طبعا وقطع من هالرمان وقدمه لهم. فلما قطعوا الرمان وكلوا منه راح فعصب عليه سيده وقال له يا مبارك أنا أمرتك تجيب رمان حلو، جبت لنا رمان حامض. فقال له يا سيدي أنا صار لي 10 سنوات أشتغل في هالبستان ولا عمري ذقت هذا الرمان، فأنا ما أعرف أيه رمان حلو وأيه رمان حامض. طبعا سيدة ما صدق في الكلام، فراح سأل الجيران وسأل أصحابه فأكدوا كلامه، فقال له طالما أنك أنت أمين وتخاف الله حتى في ثروة غيرك لا أزوجك بنتي. فراح صاحب البستان وزوج المبارك هذا المزارع والمسؤول عن البستان بنته، وكانت من أغنى أغنياء البلد. فلما تزوجوا طبعا توفي الأب، فرزق هذا الزوج وورث البستان عن طريق زوجته، وأصبح بعد ذلك يملك هذا البستان. تعرفون شو الغريب في الموضوع في قصة الرمانة هذه؟ تعرفون من ولدهم؟ ولدهم اسمه عبد الله بن المبارك. من عبد الله المبارك؟ أمير المؤمنين بالحديث، وعالم من علماء الأمة، ومشهور بالتفسير والورع والتقوى والزهد. فشايفين إذا كان في الأسرة مرجعية دينية والزوجين يخافون الله، شوفوا شلون حلت حياتهم مع بعض وذريتهم. طبعا مثل ما تعلمنا دائما في ختام كل حلقة نعرض قصة من القصص، ونلتقي معكم غدا مع الحلقة 9 في قصة إبراهيم عليه السلام وعنوانها الدفاع عن الزوجة.